اخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه اخساء من، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الاهل والاحباب. اخوان، اليوم جيناكم بواحد الخبر اللي يعني عاجل، اللي كان كل شيء تينتظروا اخوان ولا اخوات، ذاك المذكره اللي تتقنن، اللي تشرح لنا، اللي تتعطينا الامكانيه باش يمكن ندفعوا لهذيك المنحه ديال 2400 يورو، ذاك البونص اومني كومبرينسيفو. يعني جبنا لكم وعاد جبنا خبر شر في هذه المذكره اللي خرج فيها، ويعني باش نطلعوا على هذه المعلومات والمزيد اكثر، حتى شي حوايج تيخصوا يعني العمال الفلاحيين ولا دوك المؤتصرين والمساعدين الرياضيين. يعني كاين مجموعه من المعلومات في هذا الفيديو. ولكن قبل ما نبداو الفيديو الاخوان، تنجددوا يعني الطلب والرغبه لكم باش تدعموا القناه، هذا فضل منكم وليس امر. الضغط على الزر ديال الاشتراك، ولا الضغط على زر الاعجاب، الضغط على الجرس، يعني ماشي شي مساله اللي تقلع على الغلب اخوان. باش ما نطولوش، يعني كيف قلنا لكم، كان مجموعه من الناس تينتظروا هذيك المذكره اللي باش تخرج على الموقع ديال نيبس، باش يمكننا نشوفوا ندفعوا هذاك ديك المنحه ديال 2400 يورو، داك البونص اومني كومبرينسيفو. كما هو معلوم، كاين مجموعه ديال الخوت والاخوات راه ديجا استفدوا منه، خداو فلوسهم كاملين، خداو ديك المستحقات كامله. هذوك الناس هما، باش نوضحوا الصوره، هما الناس اللي كانوا استفدوا المره اللي فاتت، يعني كانوا دافعين في المنحه قبل وكانوا استفدوا منها، يعني معلوماتهم كانت ديجا عند المؤسسه ديال نيبس، كانت عندها المعلومات. كي المؤسسه اتصلت بالدعم من الدوله، راه عطاتهم المستحقات ديالهم، اتصلوا بها الايام الماضيه. شكون اللي بقى؟ بقاو الناس اللي بغاو يدفعوا اول مره، هاد الناس هادو لغايه الساعه. كيف ما هو معلوم، كان كلشي تيعرف بانه 30 ابريل، يعني بقى لنا 10 ايام غيتحبس التقديم على المساعدات. الناس تلفوا، ما كاينش، لانه في الموقع نيبس باقي ما كايناش واحد النافذه، واحد البلاصه اللي يمكن نديروا بها الطلب، الطلب باقي ما يمكنش يتدفع. بعد ما خرجت المذكره اليوم، الخبر صار اللي قلت لكم الاخوان، هو انه تاريخ اللي كان غادي يتسالى نهار 30 في شهر 4 باش نقدموا الطلبات، راه تزاد فيه شهر، يعني ولا ما بقيناش 30 في شهر 4، ولينا غادي يمكننا ندفعوا حتى ل 31 في شهر 5، يعني تزادنا شهر، دابا ولات عندنا 40 يوم تقريبا. هذا من واحد الجانب تيطمئن، من واحد الجانب اخر لا، ولكن غنشرحوا من بعد. كيف قلنا الاخوان، يعني دابا تعطاتنا هذه الامكانيه. الحاجه اللي اكيد هو انه لغايه الساعه، لغايه هذه الساعه اللي تنصوروا فيها هذا الفيديو هذا، باقي ما كاينش النافذه في الموقع ديال نيبس باش تدفع الطلب، يعني لغايه الساعه ما كاينش. المذكره راه خرجت اليوم، يعني اظن مساله ساعات، يعني غد وبعد غد غادي تكون النافذه موجوده، كاين مساله تقنيه خدامين عليهم. لغايه الساعه راه ما كاينش الامكانيه باش ندفعوا. المهم، الخبر صار هو انه راه تزادكم شهر ديال الانتظار باش عندكم الاجل باش تدفعوا الطلبات ديالكم. الخبر صار الاخر هو انه راه مجموعه كبيره من الناس اللي استفدوا من هذه المنحه هذه، راه تبلغ شي 235 الف واحد، اللي ديجا خداو فلوسهم، اتصلوا بالمستحقات ديالهم. مساله يعني راه كاين فيها امل، دابا بصيص امل. ولكن الخبر اللي ماشي صار الاخوه اللي جبنا لكم، هو بانه مادام زادونا شهر في تقديم الطلبات، يعني باش تستافد، قالوا لك ما بقاش في 30 في شهر 4 ولا في 31 في شهر 5، يعني السحب غادي، كانوا تيقولوا السحب غادي يكون في 19 في 15 شهر 5، ولكن دابا حسب هذه المعطيات اللي خرجوا دابا، اللي اكيد راه في المرسوم في المذكره، يعني الخلاص ما غاش يكون حتى الوسط شهر 5، شهر 6 ولا اواخر شهر 6. هذا شيء يعني بديهي، مادام تقديم الطلبات غادي تاخر حتى لاخر شهر 5، يعني حتى التوصل بالمستحقات غادي يكون شهر 6 في الاوسط ديالو او في الاخير ديالو. هذا هو اللي تيخص الناس اللي عندهم داك الطلب، اللي بغا يقدموا على الطلب ديال داك المنحه ديال 2400 يورو. الخبر الاخر الجميل اللي جبناه هو بالنسبه لدوك الناس اللي كانوا في المجال الرياضي، دوك المؤثرين ولا المساعدين الرياضيين، دوك الكولابوراتوري سبورتيفي، هذوك الناس راهم اتصلوا كاملين بالمستحقات ديالهم، يعني في ظرف قياسي، لانهم ما متبوعينش من المؤسسه ديال نيبس، سون جيستيتي من دوك مؤسسه اخرى، سوسيتي ديال سبور سالوتي. هاد المؤسسه ديال الصحه والرياضه هي اللي كانت مكلفه بدراسه الملفات ديالو. هاد الناس هادو، دوك المؤثرين الرياضيين، دوك الكولابوراتوري سبورتيفي، كيف توصلت المؤسسه بالدعم من الدوله، يعني في حكايه يومين توصلت بهم، يمكن نهار 18 18 19 الناس كلهم توصلوا بالمبالغ ديالهم. والعدد يعني ماشي بسيط، غادي نقولوا الى عندهم غير 10 دغيا، راه 150 الف شخص
مستفيد توصل بالمستحقات ديالو في ظرف خيالي الاخوان. هذا لانه احنا كل العبء مرمي على المؤسسه ديال النفس، بينما في المجال هذا ديال الرياضه هاد لا سوسيتا ديال سبور دي سالوتي هما اللي كانت مكلفه بهم، يعني شوفوا بسرعه عطاتهم المستحقات ديالهم. الخبر الثالث تيهم دوك العمال الفلاحين، هما الفلاحين يعني مقصين من دوك المساعدات في هاد المراسم الاخيره، يعني ما استفدوا من والو. ولكن راه كان كاين يعني كيف قلنا لكم في واحد الفيديو سابق، كاين امل ان شاء الله في هذا الديكريتو في هذا المرسوم البيس اللي غادي يخرج دابا 100% 100% الاخوان غادي تكون شي حاجه شي دعم وشي منح لكم، يعني غادي يستافدوا هذوك الاخوان اللي في المجال ديال الفلاحه. الدليل يعني كاين واحد المشاورات ولقاءات ماراثونيه ما بين النقابات وبعض المسؤولين الوزاريين منهم وزراء ولا كتاب دوله. اخر لقاء اللي كان البارح ما بين النقابات وما بين الوزيرين اورلاندو باتوانيلي، يعني تلاقاو معاهم هاد الناس مع النقابات وشرحوا لهم الوضع. النقابات حطوهم امام الامر الواقع لانه الظروف صعبه ديال العمال الفلاحين، وحتى الوزراء وعدوهم بانهم بصدد غادي يكونوا حلول ان شاء الله مفرحه ومرضيه لجميع الاطراف. يعني كاين امل كيف تنقول لكم، يعني وكانوا التصريحات ديال بعض البرلمانيين في بعض الاطياف السياسيه تتاكد بانه غادي يكون شي دعم للمجال الفلاحي. وبعد ذلك حتى النقابات يعني ذكروا السيده الوزيرين انه راه كاين، ما تنساوش راه كاين الاضراب العام اللي غادي يكون نهار 30 في شهر 4 الا ما كانش شي جديد، لانه معروف المرسوم غادي يخرج في اخر اسبوع، في غادي تدرس نهار 22، يعني في اخر اسبوع في اخر ايام شهر ابريل غادي يخرج المرسوم هذاك البيس، يعني نقدروا كل شيء غادي يكون فيه. لذلك ذكرهم بانه تفكروا راه نهار 30 ابريل كاين الاضراب، الا ما كانتش شي حاجه راه الاضراب غادي يبقى ساري مفعول، يعني غادي نديروه. خرجت شي حاجه جديده تتهم يعني تخفيف الازمه على المجال الفلاحي راه غادي تلغى هذاك 100% غادي تلغى. هذا هو اللي كاين الاخوان اليوم، هذه المعلومات اللي جبنا لكم معلومات بسيطه ولكن فيها اخبار ساره. الناس اللي غادي يدفعوا البونص اومني كومبرينسيفو ارتاحوا، ما تبقاوش مخلوعين. كانوا كلشي تيقول لك بقات لي 10 ايام بقات 9 ايام، دابا راه عندك شهر و10 ايام، يعني اطمئنوا وحاولوا تجدوا ورقاتكم. المذكره كيف قلت لكم راه غادي تكون في صندوق الوصف باش الانسان اللي بغى يطلع عليها وتكون عنده معلومات اخرى. اخوان ما بقى لي غير نودعكم على امل اللقاء بكم في فيديو مقبل. نتمنى لكم يعني صوم مقبول وفطور وشاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.